طلبة الصف الأول الابتدائي، أهلا بكم معانا في فيديو جديد من فيديوهات اللغة العربية، وده إن شاء الله هيكون آخر فيديو معانا السنة دي. إن شاء الله تستفيدوا معانا. طيب يلا نشوف هناخد فيه إيه مع بعضنا. أول حاجة أحب أرجع معاكم على حروف المد. إيه هي كانت حروف المد اللي خدناها في سنة أولى وهتكمل معانا إن شاء الله السنة الجاية وأنتوا في سنة تانية وفي سنة تالتة؟ خدنا ان حروف المد 3 حروف، هي حرف الالف وحرف الواو وحرف الياء. طيب اول كلمه، كلمه طيور، ايه الحرف اللي صوته طويل مديناه؟ حرف الواو، يبقى ده حرف المد. وايه هو اللي قبل حرف المد؟ هو حرف الياء، يبقى الحرف الممدود هنا حرف الياء، وحرف المد هو حرف الواو. طيب تعالوا الكلمه اللي تحتها، سياره، سياره فيها مد بالالف والحرف الممدود هو حرف الياء. طيب اخر كلمه معانا، كلمه عبير، كلمه عبير فيها مد بالياء والحرف الممدود هو حرف الباء. يبقى احنا لازم نبص كويس ايه الحرف اللي بنمده علشان نقدر نقيم حرف المد، اذا كان الالف ام الواو ام الياء. ماشي. قال خالد لاخته خلود: تعلمت من امي ان اساعد الفقير وارفق بالحيوان. اول حاجه عايزني استخرج كلمه بها ياء ملكيه. ياء الملكية كانت ياء في آخر الكلام، كنا بنتكلم فيها على حاجة بتاعتي، زي مثلا أمي، أنا، أبي، معلمي، معلمتي، كتابي، قلمي. طيب في إيه هنا حاجة آخرها ياء ملكية؟ في كلمة أمي. تمام. عايز اسم مذكر، اسم بيدل على المذكر اللي هي حاجات الولاد، ممكن أقول خالد، هو ده الاسم المذكر. طيب عايز بعد كده اسم مؤنث، يعني حاجة بتدل على حاجات البنات، أو كلمة أخرها تاء مربوطة، أي كلمة أصلا أخرها تاء مربوطة بتبقى إيه؟ بتبقى اسم مؤنث. تمام. بس أنا عندي هنا اسم بنت خلود، فأنا هاخد كلمة خلود. طيب بعدين عايز فعل ماضي، فعل حصل وانتهى، مثلا زي كلمة قال، هو قال خلاص. تمام. أو تعلمت، تعلمت. تمام. ممكن أكتب يا إما قال يا إما تعلمت. عايزة كلمة بها لام قمرية، يعني كلمة يكون أولها ألف ولام وبعد الألف واللام حرف من حروف اللام القمرية، كلمة الفقير. طب أنا عايزة فعل مضارع، فعل مضارع أساعد أو أرفق. تمام. ضع ضمائر الغائب هو وهي مكان النقط. طيب عايزني احط هنا هو للمذكر وهي للمؤنث. اول حاجة يساعد الفقير، يساعد دوت طبعا وده مذكر، تاخد هو، هو يساعد الفقير. طيب تاني حاجة ترعى الازهار، هي مين اللي بترعى، هو ولا هي؟ هي ترعى الازهار. تحب اسرتها، هو ولا هي؟ هي تحب اسرتها. طيب اخر واحدة، ولد مجتهد، هو ولد مجتهد. دي اخر حاجة هناخدها مع بعضنا، وان شاء الله هقابلكم السنة الجاية وانتوا في سنة تانية ابتدائية، سنة اولى. مع السلامة. باي باي.